2:30. عزيزي المشاهد، في ناس كتير بيقولوا ازاي ربنا يسمح لليهود يقتلوا ابنه وحيده، وازاي ما دفعش عنه، والاخر تقولوا الله محبة. الحقيقة الكتاب بيقول لنا عكس كده تماما، ما بيقولش كده. الكتاب بيقول ايه؟ بيقول ان السيد المسيح هو اللي قدم نفسه، هو اللي جاي عشان يتمم عملية الفداء، هو اخلى نفسه عشان يجي يحط نفسه مكاننا. حتى بالدليل لما جه واحد من التلاميذ لما سمع من السيد المسيح بيقول انه هيقتل، قال له حاشاك يا رب. رد عليه السيد المسيح قال له ايه؟ ابعد عني يا شيطان، انت معثرة لي، لانك لا تهتم بما لله لكن بما للناس. تلميذ تاني وهم طالعين من بستان جثيماني وراح اليهود يمسكوا السيد المسيح، راح مستل سيفه وقطع ودن ملخص عبد رئيس الكهنة. الرب قال له ايه؟ قال له رد سيفك الى مكانه، انت مش عارف ان انا اقدر اطلب من ابويا يبعت لي اكتر من 12 جيش من الملائكة؟ ازاي تكمل الكتب؟ هكذا ينبغي ان يكون. الله ما حكمش على المسيح بالقتل عشان خطايا الناس، لكن المسيح حبا فينا هو اللي تبرع وقدم نفسه عننا. صحيح القاضي ما يحكمش على اي بريء انه يسدد دين المديون، لكن لو اتطوع بقى واحد وحب يسدد الدين، القاضي ما يقدرش يعمل حاجة إلا إنه يمدح هذا الرجل المتبرع. علشان كده السيد المسيح كان اختياره علشان يدي العدل الإلهي حقه، وفي نفس الوقت يفعل دور الرحمة ويرحم البشر. يبقى ما فيش غفران إلا عن طريق السيد المسيح اللي خلاه هو رحمة للعالمين، مش كده ولا ايه؟